حتشوفوا الدقيقه النهائيه او الداتا حتشوفوها برضو موجوده معكم في الشات. يا ريت بس الاغلب انه هو يشوف يكون مركز على الشات، وباذن الله تعالى تكون الامور تمام. انتم قدها باذن الله يعني راح تكون تمام. من غير عيسى ومنى اعتقد تقدر يفتح الكاميرا. محمد نعم حمدوني. ممكن بس كتجربة يعني عندي جرس في الهاتف فبالك يعني خلنا نجرب وقول يعني تسمع فيه واضح أو لا. بس تمام يا ريت كويس شباب واضح المتناظرين شو رأيكم؟ لا ليس واضح للأسف مش واضح. أعتقد أنه واضح هيك واضح واضح. اوكي اذا نتفقوا على الجرس. اذا الدقيقه الاولى والدقيقه السادسه يا شباب وانتهاء الوقت حيستمر ضرب الجرس. اوكي اوكي استاذ محمد بس في سؤال بالنسبه للاسئله، هل حتكون موجهه للفريق ولا موجهه لافراد معينين؟ والله هو معاذ حيشد الموضوع الأسئلة، ولكن أعتقد حيكون للفريق كامل، أرجو أنه يكون للفريق وبعدين يرد واحد منكم يعني في الفريق ما فيش فرق يعني. تمام شك. تمام معاذ بس يسمع فيه وفقا لل يعني سؤال أحمد أكيد في إمكانه يعني، بس ياريت أنه يكون يعني عفوا يكون للجميع يعني أو يكون للفريق كامل كامل السؤال، والإجابة تكون بالاختيار الفريق يعني أي أحد الأشخاص من الفريقين حاب إن هو يكون إجاب أو حاب الإجاب في المناظرة. أستاذ محمد لو تسمع فيا. تفضلي منى أكيد. بنتأكد بس من صوتي واضح ولا لا، لأن الإنترنت عندي ضعيف شوية. لا الصوت ممتاز جدا إلى الآن كويس جدا. كويس تمام. معاذ. محمد في راشد قاعد يحاول يدير كونكت، هذا الفضل شخص واحد اللي مع راشد بس اعتقد عيسى، ف يعني يجهز روحه في حل احتياط انه لو راشد ما جاش انه ياخذ دورين، هذا الحل يعني. بعون الله ان شاء الله. خلاص محمد حاول ندخل الناس تو في اللوبي لان مستنوا، اعطنا عليهم شويه. اوكي دخل ناس واعطي الكلمه الاولى ان احنا نستنوا حاليا وبعدين اعطيني الكلمه معاذ تكلوها باذن الله. السلام عليكم. نبدأ على بركة الله. اسمي معاد السوسي، أنا منسق المشاريع في المجلس الثقافي البريطاني باسمي واسم زملائي في المجلس الثقافي البريطاني. نحب نرحب بكم لحضوركم جلسة المناظرة العامة التي تقام في ليبيا لأول مرة. نحب نشكر متناظرينا وحكامنا الأفاضل على بذل الجهد لكي يتسنى لنا القيام بهذه المناظرة العامة في ظل الظروف الصعبة والاستثنائية التي تمر بها بلادنا العزيزة. مرحبا بجمهورنا الكريم الذي يتواجد معنا من عدد دول شقيقة، ونشكركم على حضوركم هذه الجلسة. رجاء من الجميع وضع المايك على الوضع الصامت خلال المناظرة لكي لا يتم تشويش في أي وقت على المتناظرين ولا الحكام. حاليا نحب نعطي الكلمة لرئيس جلسة التحكيم أستاذ محمد خبليل للبدء بهذه المناظرة، وكل التوفيق إن شاء الله للجميع. تفضل محمد. شكرا لك معاذ على هذه الافتتاحية. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بضيوفنا الكرام، أهلا وسهلا بمتناظرين الأعزاء، وأهلا وسهلا بجمهورنا العزيز. محمد خبليل سأكون معكم مسير هذه الجلسة ورئيس لجنة التحكيم بإذن الله تعالى. أرحب بالزملاء الموجودين معنا اليوم في المناظرة والزملاء في التحكيم، الأستاذ حمدوني حسن وكذلك الأستاذة
ندى كرواد، إلى الآن الموجودين معنا، والأستاذة أميرة نوري والأستاذة هبة المقرحي. كذلك أرحب بكلا الفريقين حكومة ومعارضة عفوا على هذه المناظرة، والتي سنتناظر فيها بنص قضية يقول: يرى هذا المجلس بأن المخاطر الاقتصادية أكثر تأثيرا من المخاطر الصحية في ظل أزمة كورونا. أعيد نص القضية مرة أخرى: يرى هذا المجلس أن المخاطر الاقتصادية أكثر تأثيرا من المخاطر الصحية في ظل أزمة كورونا. أولا أرحب بالحكومة الافتتاحية التي سيكون فيها المتناظر أحمد العمامي ومحمد الجزيري، والحكومة الاختتامية سيكون فيها منى سميو وكذلك محمد قشوط. كذلك في فريق المعارضة الافتتاحية ستكون فيها المتناظرة آية أبو سعيدة والمتناظرة خولة كركرة. كذلك سيكون في المعارضة الاختتامية معنا لهذا اليوم راشد وكذلك عيسى أسد في هذه المناظرة. في مجمل هذه المناظرة نرحب بكل المتناظرين وبجمهورنا العزيز مرة أخرى في هذه المناظرة الشيقة، على أمل أن تنال إعجابكم. هذه المناظرة بتنظيم أو برعاية برنامج صوت شباب المتوسط وبتنظيم المجلس الثقافي البريطاني في ليبيا. أيضا نحدد قوانين هذه المناظرة: لكل متحدث 7 دقائق لإتمام خطابه، سيكون هنالك جرس في الدقيقة الأولى في بدء المداخلات وجرس في الدقيقة 6 لانتهاء وقت المداخلات معنا في هذه المناظرة. إذن زمن كل متحدث في هذه المناظرة 7 دقائق، وأيضا توجد مداخلات أو من يريد أن يكون في هذه أو من يريد أن يطلب المداخلات في هذه المناظرة. أعيد نص القضية لآخر مرة في هذه المناظرة بأنه يرى هذا المجلس بأن المخاطر الاقتصادية أكثر تأثيرا من المخاطر الصحية في ظل أزمة كورونا. الآن فلنبدأ بهذه المناظرة. سيكون معنا في التحكيم وأيضا في تسيير الوقت الأستاذ حمدوني حسن. سوف تسمعونا في الدقيقة الأولى ضربة الجرس، وفي الدقيقة 6 ضربة جرس، وفي النهاية في الدقيقة 7 سينتهي خطاب كل متحدث. الآن فليتفضل رئيس الحكومة المتناظر أحمد العمامي لإدلاء خطابه مشكورا. عفوا يا أستاذ محمد، أنا رئيس الحكومة. تمام، فليتفضل محمد الجزيري رئيس الحكومة لإدلاء خطابه مشكورا. يا سادة يا كرام، إن الحقيقة ليست ملزمة بأن تتبع أهواءنا، إنما نحن ملزمون بأن نتبع الحقيقة. لجنة التحكيم رئاسة وأعضاء فريقي المعارضة، حكومتنا الموقرة من الطرفين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إننا نتناظر حول قضية جاءت أحواله يرى هذا المجلس مخاطر الاقتصادية أكثر تأثيرا من المخاطر الصحية في ظل أزمة كورونا. وما نؤكده ونشد على يدي المجلس أن موتى وقتل الانهيار الاقتصادي أكبر بكثير من قتل ومؤلاء المخاطر الصحية في ظل هذه الأزمة. سنأخذ خطوة ثابتة بداية من رئيس الحكومة، وسأتكلم عن العواقب الكثيرة أن المخاطر الاقتصادية وعمقها في الدولة عامة، وسيتحدث نائبنا عن الوقت المناسب لكورونا بالنسبة للوضع الاقتصادي. دعونا نلخص تعريف المقولة بما جاء في هذه المناظرة. بداية بالمخاطر الاقتصادية، وهي عدم إمكانية بيع إنتاج مفعل بسعر يغطي تكاليف تشغيله وصيانته، أو عدم الحصول على نسبة الربح المنوطة به من قبل الجهة. أكثر تأثيرا المقصود به، أي أكثر تركيزا وأكثر إضرارا بما جاء فيه في هذه المناظرة، أنها أكثر سلبا اتجاه الدولة والمواطن. المخاطر الصحية هي الأضرار الصحية أو المرضية التي تفوق قدرة المواطن أو الدولة في إدراكها. يا سادة يا كرام،
في ظل أزمة كورونا، المقصود به في وجود فيروس كورونا المستجد والمعروف الآن بكوفيد 19 الذي اجتاح العالم منذ بداية هذه السنة وإلى حد هذه اللحظة. سيداتي سادتي، إن قتلى ومرضى كورونا بسبب انهيار الاقتصاد أكبر بكثير من قتلاها بسبب صحتهم. لجنة التحكيم الموقرة إنما نشهده اليوم، ومنذ اندلاع هذه الأزمة ومنذ بداية هذه العام والتي كنا نظن أنها مجرد وباء صحي سيهلك صحة الإنسان ويؤدي به إلى الموت، هذا ما ظنناه وما ظنه كل العالم. ولكن ما اتضح لنا في هذا الوقت واليوم وما نؤكده وما عرفناه أن هذه الأزمة ليست مجرد أزمة خطرها كبير صحة المواطن وموته، إنما الخطر الأكبر الذي اجتاح العالم هو انهيار اقتصاد دول العالم وإفلاسها. وسنؤكد في دلائلنا أن الخطر الحقيقي على الإنسان هو انهيار اقتصاد الدول، وهو السبب الرئيسي الذي سيجعلنا نفقد الحياة البشرية. وهذه الشماعة أيضاً التي سيأخذها فريق المعارضة، وهي أن حياة الإنسان هي أهم من أي أموال في الدولة. وبدلنا نحن كحكومة سنؤكد إن حياة الإنسان مهددة للخطر أكبر عندما ينهار اقتصاد الدول أو ينهار اقتصادها، وسنضرب مقارنات عديدة تصب في مصلحتنا كيف أن حياة الإنسان خطرها الأول والرئيسي هو انهيار اقتصادها، وإن ما فعلته هذه الأزمة من رواسب وكوارث اقتصادية هلكت شعوب الدول والدول أكبر وكبير من فتك الوباء في حياة هذه الإنسان من جميع الجهات ومن شتى الاتجاهات. دلائلنا سيداتي سادتي، سنأخذ ونبين لكم أكبر دول انتشر فيها الوباء وعدد المصابين والمعافين والموتى، وبالمقابل سنبين لكم أن هذه الدول التي انهيار اقتصادها أكبر من تفشي المرض فيها. بداية أيها السيدات والسادة، دولة أمريكا العظمى، عدد الحالات في دولة أمريكا بسبب أزمة كورونا كما ذكرنا ما ظنناه صحيا هي 5.83 مليون، وعدد المتعافون فيها حسب منظمة الصحة العالمية 2.97 مليون، وعدد الموتى فيها هو 180 ألف. نراها اليوم دولة أمريكا تتعايش مع المرض وتطبق سياسة التعايش بعدما اكتشفت أن مصدر خطرها الكبير هو إفلاسها وانهيار اقتصادها لا الوباء وصحة المواطن. نشهد اليوم أن أمريكا حسب صندوق النقد الدولي أن أمريكا لديها أكبر انهيار للصادرات ب 144 مليون مليار عفوا، أكبر ارتفاع للعجز التجاري زاد بنسبة 54 مليار دولار، انهيار الواردات السلعية 166 مليار دولار. سنذكر انهيار هذا ماذا سبب في دولة أمريكا حسب ما ذكره نيوز. 43 مليار أمريكي يعاني من البطالة بهذا الحظر والوباء، أي سنة ضعف قبل كورونا في شهر أبريل فقط. هذا ما جاءت من غير مبوغة تؤدي إلى ما مبوغة من طبقات بيضاء من جميع سواء خلفية اجتماعية أو مادية اقتصادية غير مسبوقة، وأكبر انخفاض في مستوى المعيشة الذي تناحر على مدى هذه الأشياء في دولة أمريكا العظمى. نأتي ثانيا، 17 مليون حالة و 4 مليون حالة تعافي، 58 ألف ميت، وهذا ما تنتهي هذه الدولة في خطاب، وذكر أن الأزمة الشديد هو عدم اتباع دولة السويد سياسة مناع القطيع، كأنما ضرب الهند أكثر من وباء، ويقصد العجز في اقتصاد الدولة وانهيار السبب. بين شهرين فقد 120 مليون أعمالهم في الهند. معدل البطالة في الدولة بلغ مستوى قياسيا قدره 27.1 وفق ما أوردته قناة بي بي سي البريطانية في شهر 4. جنوب صحراء أفريقيا التي حطمت وهي الدولة الفقيرة
ووضحت أن تداعيات الفيروس أكبر بكثير من الفيروس نفسه في هذه المنطقة، غير أنها من الدول 36 التي هددت بالموت بسبب المجاعة في ظل أزمة كورونا، وذكرت أن 130 مليون شخص إلى الهاوية بسبب المجاعة بسبب سوء الوضع الاقتصادي في هذه الأزمة. سيداتي سادتي، بناء على ما ذكر من مفهوم أن القتل والموت بسبب سوء الوضع الاقتصادي أكبر، والدلائل التي برهنت ووجود المجاعات التي في الهاوية ووجود انشق اجتماعي في الدول العظمى، نؤكد على صحة موقف فريقنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لرئيس الحكومة لإداء خطابه والذي أنهى وقته في الوقت المحدد تقريبا. شكرا جزيلا لرئيس الحكومة على هذا الخطاب. أولا نذكر فقط بنص القضية لمشاهدينا الأعزاء، ألا وهو يرى هذا المجلس بأن المخاطر الاقتصادية أكثر تأثيرا من المخاطر الصحية في ظل أزمة كورونا. بعد هذا الخطاب سوف نأتي إلى خطاب ثاني، ألا وهو خطاب زعيمة المعارضة. الآن فلتتفضل زعيمة المعارضة لإدلاء خطابها في وقت وقدره 7 دقائق مشكورة. السلام عليكم، الصوت واضح؟ نعم الصوت واضح. السادة لجنة التحكيم والسيد مسير الجلسة، الجمهور الكريم، فريقي الحكومة والمعارضة، مساء الخير جميعا. اجتمعنا اليوم لنتناظر في مقولة هذا المجلس التي تنص على أن المخاطر الاقتصادية أكثر تأثيرا من المخاطر الصحية في ظل أزمة كورونا، منبثقين من مشكلة وخيمة وهي الاستهتار بحياة الأرواح وصحتها، فالأولوية القصوى هي للحفاظ على الحياة البشرية، فلا شيء أهم من حياة الإنسان، وهذه الأولوية لا تعني إهمال المخاطر الاقتصادية وتأثيرها، ولكن تأتي في المرتبة الثانية، وما هي إلا مخاطر مترتبة من المخاطر الصحية من الأساس. ولهذا نحن فريق المعارضة نعارض ونرفض مقولة المجلس رفضا تاما، فلا مخاطر أسوأ من المخاطر الصحية. وكما شدد مديري منظمة الصحة العالمية وصندوق النقد الدولي على أن إنقاذ الأرواح يعد شرطا أساسيا وله الأولوية. بصفة زعيم المعارضة، أولاً أوافق رئيس الحكومة في تعريف نص القضية، وسأتحدث بما يدعم موقفنا من جانب طبي، وسيأتي من بعدي نائب زعيم المعارضة ليتناول أصل المشكلة والحلول البديلة، ثم عضو المعارضة ليدعم موقفنا من جانب آخر، وفي الختام عضو المعارضة الفعال سيقوم بتلخيص مجريات هذه الجلسة. وقبل أن أبدأ بسرد حجتي سأقوم بالرد على ما جاء به رئيس الحكومة. ذكر رئيس الحكومة الأزمة الاقتصادية. نحن عزيزي لا ننكر الأزمة الاقتصادية، ولكن بدون صحة لن تدور عجلة الاقتصاد، فإن الفرد بدون صحة أو إن أصابه المرض لا يمكنه العمل وإعالة نفسه وأسرته، فالنتيجة واحدة. وذكر مثال أمريكا. أمريكا سجلت أعلى حالة وفاة من هذا الفيروس. لماذا؟ لأنها لم تتبع الإجراءات، لأنها ركزت على الاقتصاد. كل الأرقام والإحصائيات التي ذكرتها لا تفوق أهمية حياة الإنسان، وكلها قيم وأرقام مادية يمكن تعويضها حال أن تنتهي هذه الجائحة. ذكر مثال دولة السويد. سأذكر مثال على استراتيجية دولة السويد السيئة في سياق حجتي. وذكر أيضا أن الحياة الفرد وخسارة الوظيفة، حياة الفرد، خسارة حياة الفرد يعني خسارة موارد بشرية ستنعكس سلبا على إنتاجية الدولة، التي سإنتاجية الدولة ستؤثر أبعد بكثير من المتوقع. الاقتصاد يمكن أن يعود، ولكن لا يمكن إعادة الحياة للبشر مرة أخرى، فالصحة أهم مئات المرات من إعادة تشغيل عجلة الاقتصاد أو إعطائه الأولوية، فصحة الإنسان لا تقدر بثمن وأغلى من المكاسب المادية. إذ نظرنا إلى تطور فيروس كورونا منذ أن ظهر في آسيا وحتى انتقل إلى أوروبا وأمريكا وانتقل إلى 193 دولة، قرابة 25 مليون مصاب و835 ألف حالة موت. نحن أمام فيروس من أشرس الفيروسات التي مرت على تاريخ البشرية، وتأثيره على صحة الإنسان كبير، وسيخلف أثار وأضرار صحية على المدى القريب وعلى المدى البعيد. إن الأبحاث الطبية حتى الآن أثبتت تأثير هذا الفيروس على أجهزة الجسم المختلفة وليس فقط على الرئتين، ونسبة 30% من حالات الإصابة سجلت حالات خطيرة تنتهي بفشل في عضلة القلب وأضرار دائمة على الجهاز العصبي ومضاعفات صحية حتى بعد التعافي من المرض. عفوا سأخذك لاحقا. كما وجد باحثون تأثير الفيروس على هرمونات الذكورة تصل إلى مشاكل في الخصوبة والعقم، مما يجعلنا مهددين بانقراض الجنس البشري. هذه كلها بحوث
طبية سجلت في جامعات أوروبا وجامعات أمريكا، وهذا إن دل على شيء فإن المخاطر الصحية على قائمة الهرم في ظل هذه الأزمة. كما أكدت دراسة في مستشفى نورث ويستروس في أمريكا أنه سيكون هناك ثمن فادح وعبء كبير فيما يتعلق بالرعاية الصحية للفرد بعد الإصابة بالفيروس، وقد لا يعود إلى نفس المستوى من حيث القدرات الوظيفية. فهل من المنطقي أن يكون المخاطر الاقتصادية أسوأ وأكبر؟ هل من المنطقي أن تكون الصحة شيء ثانوي في ظل هذه الأزمة؟ كما أن لفيروس كورونا أثار ستؤثر على المنظومة الصحية بالكامل لسنوات قادمة، فإصابة الأطباء والكوادر الطبية يؤدي إلى أزمة صحية، ويعتبر خسارة هذه الفئة لا تعوض ولا تقدر بثمن، ويترتب عليها خسائر في المنظومة الصحية لسنوات قادمة ستؤثر حتى على اقتصاد الدولة. موقفنا يا سادة، وهذا ما نشدد عليه، أن الآثار الصحية أكبر من الآثار الاقتصادية، وأن التركيز والأولوية هي للصحة، وأن ما جاء به فريق الحكومة هي أفكار ودعوات القادة والحكومات التي تنطق بأولوية الاقتصاد، والتي روجت لما يسمى بمناعة القطيع، وبعضها وصل إلى حد الدعوة للتخلص من المسنين والعاطلين عن العمل كونهم عبء على الاقتصاد. ومثال دولة السويد عزيزي رئيس الحكومة، ذكرت دولة السويد، دولة السويد رفضت إجراءات العزل وركزت على الاقتصاد ولم تغلق حدودها، وأبقت المدارس والوظائف محدودة. ولكن ما النتيجة؟ النتيجة أن السويد سجلت نسبة وفيات عالية جدا تقدر ب 13% من المصابين، مقارنة بالنسبة العالمية 7% فقط من المصابين. هذه إن دل على شيء دل على أن هذه النتائج لم تكن موفقة. دولة السويد اختارت الاقتصاد ولم توفق. ولهذا نعارض مقولة المجلس، فالآثار والخسائر المادية هي خسائر مؤقتة يمكن تعويضها، حتى أن الشركات والمؤسسات قادرة على التعويض الأزمة الاقتصادية عن طريق نظام الأونلاين، عن طريق في مجالات التعليم، حتى في تسيير الأمور الإدارية، ولكن الصحة لا تقدر بثمن، لا يمكن تعويضها. تفضل مداخلتك. بناء على ما تم ذكره من دلائل لديك، إذن لماذا في الدول الآن نشهد نسبة تعافي من المرض أكثر من الكوارث؟ نحن لازلنا الآن في نصف في الجائحة. عندما تنتهي الجائحة قول إن هي نسبة الكوارث بسبب الصحية أعلى من النسبة الاقتصادية. عندما تنتهي الجائحة نتحدث على النسبة ونتحدث عن إحصائيات. نحن الآن في ظل الأزمة، الأزمة لم تنتهي، وهذه كلها دراسات وأبحاث. نحن لا يمكن أن نؤكد شيء ونحن في ظل الأزمة. هذا سؤالك يمكن أن نجيب عليه لاحقا، ممكن السنة المقبلة عندما تنتهي هذه الأزمة، ولكن الآن كلها مجرد إحصائيات. في الختام نجد أن الآثار الاقتصادية من خسائر مالية لا تقارن بصحة الإنسان، وأنه يوجد بدائل للتحرك الاقتصادي والمالي، ولكن إن انتهت حياة الإنسان لا توجد بدائل لتعويض هذه الخسارة، وأنه ليس هناك ما هو أهم وأكبر من الصحة وحياة الإنسان، وأن التحدث عن إحصائيات وأرقام مالية في ظل هذه الأوقات تجرد من الإنسانية، وأن أصل المشكلة هي الأزمة هي وأن أصل المشكلة في هذه الأزمة هي مشكلة صحية وهي الأكثر خطورة. والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا لزعيمة المعارضة لإدلاء خطابها في وقت وقدره 56 ثانية، 6 دقائق و57 ثانية. شكرا لزميل حمدوني. شكرا لزعيمة المعارضة المتناظرة خول كركر على هذا الخطاب الرائع. الآن أيضا أذكر مرة أخرى لمن انضم إلينا الآن في هذه المناظرة بأننا نتناظر حول نص قضية يقول بأنه يرى هذا المجلس بأن المخاطر الاقتصادية أكثر تأثيرا من المخاطر الصحية في ظل أزمة كورونا. الآن نحن في ظل الخطابات الثانية في هذه المناظرة، فليتفضل نائب رئيس الحكومة أحمد العمامي لإدلاء خطابه مشكورا. تسمع فيها محمد؟ واضح يا أحمد. سيدي مسير الجلسة، السادة الحضور، الخيام والمعارضة، لقد أتيت اليوم بصفة نائبا لرئيس الحكومة لكي أؤكد على موقف فريقي الداعم بالكامل لمقولة المجلس، والتي تنص على أن يرى هذا المجلس أن المخاطر الاقتصادية أكثر تأثيرا من المخاطر الصحية في ظل أزمة كورونا. وقبل أن أقوم بعرض حججي أريد أن أعرج على ما قيل من قبل زعيم المعارضة.
المعارضة. قالت أن هدفهم الرئيسي هو الحفاظ على الحياة البشرية. نحن نتفق مع ذلك، ونحن أيضا نريد الحفاظ على الحياة البشرية، ولكن وجدنا كما وضحنا في المثال السابق من قبل رئيس الحكومة الخاص بنا أن بدون اقتصاد سوف يؤدي ذلك إلى زيادة نسبة الفقر وزيادة نسبة البطالة، وبالتالي سيتم القضاء على الحياة البشرية. إذا نحن الأثنان لدينا نفس الهدف بالكامل. قالت أن المرتبة أن المخاطر الاقتصادية تأتي، متفقين أيضا هم على المعنى، ولكن في وجهة نظرهم يرون أنها المرتبة الثانية. المخاطر الاقتصادية هي في الأصل قالت أن هي مسببة للمخاطر الصحية، كانت سبب الرئيسي في المخاطر الاقتصادية. ولكن عزيزي كما قلنا الـ WHO صرحت، أو منظمة الصحة العالمية كما يعرف، صرحت بأن تحتاج على الأقل إلى سنتين لكي يجدوا علاج أو ما يعرف باللقاح ضد فيروس كورونا. هل في هذه السنتين سوف نتج قوانين مثل الحجر الصحي وما إلى ذلك، وننسى الاقتصاد ونفضل صحة الأفراد والوفيات؟ الوفيات في يوم كل يوم قاعدة تزداد وبدون أي هدف، وأيضا الاقتصاد ينهار. قالت أن بدون صحة لا تدور عجلة الاقتصاد، وأيضا عزيزي نحن نستطيع القول أن بدون اقتصاد لا تدور عجلة الصحة. الميزانية الصحية التي الآن نحن نواجه بها كورونا هي كلها مبنية على اقتصاد من الدرجة الأولى. قالت أن الحياة لا تعود، ولكن أراه أن في حد ذاته هذا، وقالت بأن إعادة، قالت أن الحياة لا تعود، ولكن نحن نؤكد أن بإعادة إعمار الاقتصاد سوف ترد الحياة، وسوف يحصل الموظفين على مرتباتهم الخاصة، وسوف تقل نسبة البطالة، وسوف تقل نسبة الفقر التي حدثت بسبب كورونا، والتي سوف نتحدث عنها في حجة الآن لماذا كورونا كان توقيت غير مناسب بالنسبة لاقتصاد العالم. قالت أن قالت إن تناولت الأضرار الصحية في كورونا وخبرتنا عن كيف ذلك يؤثر على التكاثر وما إلى ذلك، ونحن اليوم نحن على علم بهذه المخاطر، ولكن لماذا لم تعطونا سبب واضح لماذا تفضلون هذه المخاطر على المخاطر الدراسية؟ قالت أن البحوث وكشفت الدراسات وما إلى ذلك. عزيزي هل تعلم أن البحوث والدراسات تحتاج إلى ميزانية كبيرة جدا من الأموال لكي تقوم؟ هل عندك علم كم يكلف دراسة جين واحد من فيروس كورونا؟ جين واحد، هذا جين بالآلاف الجينات كورونا، جين واحد يتم دراسته تحتاج إلى ملايين، تحتاج إلى اقتصاد قوي جدا لكي معالجتها. قالت أن الكورونا قرت على المنظومة الصحية ولها تأثيرات ذلك، وأيضا الاقتصاد ساعد في معالجة هذه المنظومة الصحية. على سبيل المثال الملايين التي صرفتها منظمة الصحة العالمية لدول العالم الثالث وكيف ذلك. قالت بأن السويد رفضت الحجر الصحي وعزلت عن نسبة الوفيات. حدث في أمريكا، الصين، كوريا الشمالية وكل دول العالم، كل دول العالم ومصر، كل دول العالم وافقت على قانون الحجر الصحي، ولكن في نفس الوقت الوفيات لا زالت مستمرة. وهذا أندل على شيء، دليل أن قوانين الحجر الصحي واحتكار أو التركيز على المخاطر الصحية دون المخاطر الاقتصادية بحد ذاته هذا غلط. قالت أن نظام أونلاين كان موجود حلول، هذا غير صحيح إطلاقاً، لا يطبق قوانين نظام أونلاين على دول العالم الثالث، ولو تحدثنا على ليبيا لا يطبق في المدارس العامة حتى الآن، لا يوجد حلول بديلة لهذه الأزمة، ولا يوجد حلول بديلة لهذه العملية الاقتصادية بالكامل. قالت أن نحن في الجائحة ولكي نجيب على مداخلتنا قالت أن أنت انتهي الجائحة. هذا هروب جدا واضح جدا من الواقع، وأن العواقب سوف تناقشها ما بعد انتهاء كورونا، وهذا غير صحيح. العواقب الآن نناقشها اليوم. هناك كثير من هناك كثير من الأشخاص قد فقدوا وظائفهم، واقتصاد أصبح رديء جدا أو انهار اقتصاد العالم نتيجة طبعا لقوانين مثل حجر الصحي وتفضيل التفضيل غير منطقي المخاطر الصحية على مناظر اقتصادية، رغم أن المخاطر الاقتصادية تصلنا أيضا إلى المخاطر الصحية. أريد أن أوضح نقطة معينة هنا. اقتصاد المشكلة في كورونا أن جاء في وقت اقتصاد العالم فيه انهار جدا بالكامل، فجاء فترة بتعاني منها اقتصاد العالمي قبل كورونا، كان في تذبذب في أسعار النفط في أمريكا، ونتيجة طبعا كنا سمعنا عن نتيجة عن قلة الطلب، وأيضا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. إحنا كنا لا نغفر عن ذلك ونغفر عن قصة البريكسيت. هذه التأثيرات وضحت أن الاقتصاد العالمي كان متأثر جدا، وكان على ناس بيقولوا على سبلة، ولكن جاء كورونا وقضى على ما تبقى عليه. حسب قول مدير الصندوق النقد الدولي كريستينا غورفيرا، قالت أن حيصير في انكماش في الاقتصاد العالمي نتيجة الكورونا. هذا طبعا كان تنبؤ منها وحذى هذا الانكماش للأسف. حجم هذه التأثيرات الاقتصادية تختلف من دولة لدولة. نحن هنا هذه هي المشكلة الرئيسية، نحن دائما ننظر بوجهة واحدة أن الدول تعتمد على البنية التحتية المالية للدولة، ولكن هناك عوامل متأثرة واللي سوف أناقشها بحجة. أول شيء قطاع الصحة، نحن لا نغفل أن في دول كثيرة، نحن اليوم نتحدث على مستوى عالمي، لا نتحدث عن ليبيا فقط، هناك دول في عالمية تعتمد اقتصادها بالكامل على السياحة، ونحن لا نغفل عن إخفال المطارات ما إلى ذلك، وإخفال ترسيح الموظفين وما إلى ذلك. هذا أعطى أن السياحة قلت في دول. ثاني شيء التحويلات المالية، نتيجة أيضا أن الأموال أو العملة النقدية أصبحت مصدر للعدوى، تم إيقاف كل التحويلات المادية، واللي أثر على اقتصاد دول كثيرة جدا. سوق الفن، نحكي على لا شك أن الثقافة والدول الثقافة والفن بصفة عامة تمثل دخل هوليود، وكان يعتمد اعتماد كلي على دول السينما في اقتصاد بتاعها. نتيجة لكورونا، وهذا التأثير واحدة من التأثيرات، أن كورونا تم
تم اقفال كل هذه المسارح، تم اقفال كل المتاحف، فاصبحت اقتصاد هذه الدول ضعيف جدا. الاهم من هذا كله ونحن نحكي على الجانب المحلي هو اصحاب المحلات التجاريه، نتيجه القوانين الحظر وقوانين الزم بيتك وما الى ذلك تم ايقاف 99% باستثناء الصيدليات والمحلات التجاريه الغذائيه، تم ايقاف المواطنين ما عاش عندهم دخل ثابت. نحكي عن المواطنين اللي عندهم محل تجاري خاص لا يتبع للدوله، طبعا حتى اللي عنده اللي تبع الدوله لم ياخذ مرتبه وما الى ذلك. فلو نقع على مستوى محلي الناس رفضت الحجر ونزلت الى الشارع، وقت شاهدنا ذلك في الايام السابقه سواء في بنغازي في طرابلس على مستوى ليبيا كله وحتى على مستوى العالم. لبنان صار فيها نفس الشيء، مصر صار فيها نفس الشيء، لان المخاطر الاقتصاديه تؤثر تاثير مباشر على المواطن. المواطن قاعد يقول اني انا اللي عنديش مشكله اني تجيني كورونا طالما اني نقدر ناكل ونشرب، لكن انك انت تحبسني في بيت وما تعطينيش حل مباشر هذا خير. اخر نقطه بنركز عليها هو نقطه اسراف المواطنين او ما يسمى في ظل ازمه في شركات كثيرة جدا تم صرف المواطنين الخاصين نتيجة للتأثر الاقتصادي، وهذا تأثير واضح جدا على المواطن ودليل كبير جدا سواء هو أو أصحاب المحلات التجارية أن المخاطر الاقتصادية في ظل أزمة كورونا، مخاطر اقتصادية في ظل أزمة كورونا قد فاتت المخاطر الصحية. نحن اليوم أمام اختبار صعب جدا، ولكن أعيد وأكرر أن نحن نتفق مع المخاطر الصحية ونرى أن المخاطر الاقتصادية قد تسبب في مخاطر صحية أكثر نتيجة نسبة البطالة أو نسبة الفقر أو أن الإنسان مع الشدة يحصل مستلزماته مش يقدر يعيش. شكرا لكم جميعا، وأريد أؤكد على موقف فريقي الداعم لمقولة المجلس، وأريد أن أؤكد على دعمي الكامل لمقولة المجلس التي تنص على أن يرى هذا المجلس المخاطر الاقتصادية أكثر كثيرا من المخاطر الصحية في ظل أزمة كورونا. شكرا لنائب رئيس الحكومة الذي تحدث في وقت وقدره. سبع دقائق. شكرا لنائب رئيس الحكومة على تحدثه في سبع دقائق. المتناظر أحمد العمامي، أولا نذكر بأن هذه المناظرة برعاية أو تحت رعاية برنامج صوت شباب المتوسط الإقليمي وبتنظيم المجلس الثقافي البريطاني في ليبيا. الآن فليتفضل أو فلتتفضل نائبة زعيمة المعارضة آية أبو سعيدة لإدلاء خطابها مشكورة في وقت وقدره سبع دقائق. الصوت واضح جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن فريق المعارضة نؤكد وبشدة معارضتنا لرؤية المجلس بأن المخاطر الاقتصادية أكثر خطرا من المخاطر الصحية في ظل وباء كورونا، وسنفصل وأتينا بتعليلات سنفصلها في حججنا. ولكن قبل أن أمر على حججي دعوني أمر على ما جاء به الفريق المعارض. قالوا الكثير حقيقة مما له رد، ولكن سأكتفي بالقليل منه، حيث ذكروا بداية أن عدد المصابين في أمريكا 5 مليون وأنهم يريدون بدأت أمريكا تطبق سياسة التعايش. هنا عندما أعلن الرئيس دونالد ترامب عن تطبيق سياسة التعايش لأنه يريد تجنب مخاطر اقتصادية قدرها 2 مليار دولار، لكن في المقابل رد عليه مختصون بأن فتح هذه الإجراءات قد يسبب في وفاة 500,000 أمريكي وإصابة الملايين. دعنا هنا نقارن حياة 500,000 شخص ب 2 مليار دولار. أنتم لا تعلمون ما قدر الخسائر التي سوف يسببها حياة 500,000 شخص، هي ستؤثر على الاقتصاد بشكل أسوأ. كذلك ذكر في المداخل أن نسبة التعافي أقل من الأضرار. إذن هذا دليل على أن المخاطر الصحية أقل. في الواقع إذا كنتم أنتم تقولون أن نسبة التعافي أقل من الأضرار، أنتم هنا تقللون مخاطر الفيروس بكثير. لماذا إذن تقومون بكل هذه الإجراءات وغلق الاقتصاد وما إلى ذلك إن كنتم ترون أنه لا خطر له إلى هذه الدرجة؟ تحدث أيضا متحدثهم الثاني عن ثمن البحوث وأن الاقتصاد يساهم في مجابهة الوباء. نحن هنا لا نتحدث عن فائدة المال، لا نتحدث عن فائدة الاقتصاد، نتحدث عن من له عن من انعدامه أو من يحدث له ضرر يسبب مخاطر أكثر من الآخر. على العكس، هذه الأموال التي تدفع في البحوث وفي مجابهة الوباء تدل على مدى قيمة الحياة البشرية بالنسبة للناس. تحدثتم أيضا وذكروا إحصاءات كثيرة. في الواقع هذه الإحصاءات معكم ونحن نؤيدها، لكنها ضدكم وليست معكم، وهذا ما سأفصل به في حججي. قلتم بأن حياة الإنسان مهددة بالخطر أكثر عندما ينهار الاقتصاد. لماذا انهار الاقتصاد أساسا؟ لأن حياة الإنسان مهددة بالخطر. هنا نتحدث عن السبب. لماذا المخاطر الصحية أسوأ من المخاطر الاقتصادية؟ ببساطة لأن الصحة هي الأساس. ألم نسأل أنفسنا من أين ولدت الأزمة الاقتصادية أصلاً؟ بالطبع جاءت نتيجة فيروس كورونا الذي سبب أزمة صحية. إذن دعونا نتحدث بالمنطق ولنعد الأمور إلى أصولها. الاقتصاد الذي ينهار وأصابه ما أصابه من ويلات ما كان ليعاني لولا وجود الأزمة الصحية من الأساس. إذن هو أصل المشكلة.
والمخاطر الاقتصادية هي فرع عن المشكلة التي هي المخاطر الصحية، وإن ضربت الأصل يسقط بفروعه، وإن عالجته عالجت الفروع، أي أنه إن حلت المشكلة الاقتصادية إن حلت المشكلة الصحية عفوا يمكن حل المشكلة الاقتصادية لاحقا. بالتالي من المنطقي أن نقول أن أصل المشكلة هو أكثر خطورة من فرعها. سأخذك لاحقا إن سمح لي الوقت. لماذا نقول بأن الصحة هي الأصل؟ نجيب على هذا السؤال بمعرفة من أين يخلق الاقتصاد نفسه، من الذي يحرك الاقتصاد وينميه؟ الإنسان طبعا، وهذا الإنسان إن فقد صحته يفقد القدرة على القيام بأي شيء. كيف للمريض أن يذهب إلى العمل؟ نتحدث اليوم عن 24.5 مليون مصاب حول العالم توقفوا بطبيعة الحال عن أعمالهم. كيف سيؤثر هذا على الاقتصاد؟ ناهيك عن 232,000 الذين غادروا الدنيا من الأساس. كيف للموتى أن يعملوا؟ كل المفاصل الاقتصادية حول العالم تنهار إن أصاب من يعمل على تحريكها مكروه. نحن لا ننكر وجود الأضرار الاقتصادية، لكننا هنا نتحدث عن مقارنة الشدة والخطورة. دلل الفريق الموالي بأرقام ضخمة وإحصائيات مهولة للخسائر الناجمة وتأثيرها على حياة المواطنين. نحن لا نعارضها، بل على العكس نثبت هذه الأدلة ونشكرهم عليها، ولكنها في الواقع في صفنا وليست في صفهم. لماذا؟ الأزمة الاقتصادية الناتجة عن وباء كورونا صنفت من قبل خبراء كأسوأ أزمة اقتصادية عالمية منذ الكساد الكبير عام 1990 وفق موقع بي بي سي. أسوأ من أزمة النفط عام 73، أسوأ من أزمة الآسيوية عام 97، وأسوأ من الأزمة المالية العالمية عام 2007. لماذا هي كذلك؟ لأنها ولدت من رحم أزمة صحية. تلك الأزمات السابقة التي عصفت بالبشرية كانت لها أسبابها، لكنها لم تكن صحية. ولأن أزمة كورونا جائحة صحية، فقد ولدت أزمة أسوأ مما سبقها كله، لأنها قد تضمنت فقد قدرة الإنسان والشركات على العمل وإدارة عجلة الاقتصاد مما خلق الأزمة أصلاً. كل الأرقام والتأثيرات التي ذكرتموها هي مؤسفة ومؤلمة ونحن معها، لكنها ما كانت لتكون موجودة أصلاً لولا المخاطر الصحية. هي ظهرت أساساً بسبب وجود هذه المشكلة الصحية. هذا يعني بما لا يدع مجالاً للشك أن الأزمة الصحية هي الأشد خطورة قولاً واحداً، لأنها هي الأساس وهي ما جعلت الأزمة سيئة إلى هذا الحد. قد يحاولون استجلاب العطف أو قد حاولوا بالفعل بالدول النامية والأسر الفقيرة التي هي أكبر متضرر من المخاطر الاقتصادية، لكنهم تناسوا أيضاً أنها أكبر متضرر من المخاطر الصحية أيضاً. هذه الأسر تنشأ غالباً في بيئة من نقص التعليم لأفرادها. أيضاً نسبة الوعي العام أكثر انخفاضاً، مما يعني عدم التزامهم بالإجراءات الوقائية بالشكل المطلوب، بالإضافة إلى أن معظم هؤلاء يسكنون في العشوائيات أو الأحياء الفقيرة المكتظة، ما يعني نسبة احتكاك أكبر بغيرهم. بالتالي نسبة التزام أقل وازدحام أكثر، إذن تعرض أكبر لخطر الإصابة في الوباء. حسب دراسة أجرتها جامعة أوكسفورد، الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الأكثر حدمانا في بريطانيا هم أكثر عرضة بأربعة أضعاف للإصابة بفيروس كوفيد 19 مقارنة بمن يعيشون في الأحياء الأغنى. أظهرت الدراسة أن 600 شخصا يعيشون في المناطق الأكثر حدمانا، سأخذك لاحقا، 29% منهم ثبتت إصابتهم مقارنة ب 7.7% ممن يعيشون في المناطق الأغنى. إذا ما قارنا المشاكل الاقتصادية التي قد تتعرض لها عائلة فقيرة بالمشاكل الصحية، فسنجد أن معاناة هذه العائلة لبعض الوقت من الفقر والحاجة أهون من أن يموت معيل هذه العائلة أصلاً أو أحد أفرادها على سبيل المثال. كما أن كثيراً من المبادرات والحلول بدأت تظهر لإنقاذ الاقتصاد والأسر الفقيرة، حيث أعلنت الإمارات على سبيل المثال خطة دعم اقتصادي ب 100 مليار درهم، مؤسسة النقد السعودي سامة برنامج دعم اقتصادي ب 50 مليار ريال لدعم القطاع الخاص وتحديداً الشركات الصغيرة والمتوسطة. في مصر أيضاً نشرت مبادرة الغذاء للطبقات الكادحة في الجزائر أيضاً. ربما يمكننا أن نجد تأقلماً مع الظروف الاقتصادية. الشركات بدأت تدريجياً بالتأقلم والتحول الإلكتروني عن بعد بحلول مبتكرة، والدول بدأت تضع خططاً لإيجاد حلول لأصحاب الأعمال اليومية على الأقل إلى حين إيجاد علاج أو لقاح للوباء. لكن الأزمة الصحية إن استمرت فليس للبشر إلا أن يرفعوا أيديهم بالدعاء. وشكراً لكم على حسن استماعكم. شكرا لنائبي او نائبه زعيمه المعارضه لإلاء خطابها التي انهت في وقت وقدره 6 دقائق و43 ثانية. شكرا لزميل حمدوني 6 دقائق و43 ثانية. شكرا لنائبه زعيمه المعارضه لإلاء خطابها مشكوره. الان قد انتهينا من الخطابات الاساسيه من كلا الفريقين، الا وهم فريق الحكومه الافتتاحيه وفريق المعارضه الافتتاحيه. سوف نأتي في هذه المناظرة للفريقين الختاميين في هذه المناظرة، فليتفضل الآن
عضو الحكومة لإدلاء خطابه في 7 دقائق. مشكورا. الصوت واضح؟ نعم الصوت واضح. تمام. بسم الله أفتتح الكلام والصلاة على محمد والسلام. تحية طيبة لكلا الفريقين وكذلك للجنة الحكام. كفريق حكومة جئنا اليوم لنوالي نص قضية مفاده يرى هذا المجلس أن المخاطر الاقتصادية أكثر تأثيرا من المخاطر الصحية في ظل أزمة كورونا، وعلى خطى حكومتنا الافتتاحية نسير التي تفضلت بإثبات أن قتل الانهيار الاقتصادي أكبر من قتل الانهيار الصحي من خلال عرض عواقبها وعمقها في ظل تغيرات الاقتصاد العالمي ومن منظور تشعب الأثر على الدول والقطاعات. سأحدثكم عن موقفنا الموالي من هكذا قضية، سعيا لإثبات أن المخاطر الاقتصادية تفوق في أثرها على المخاطر الصحية. ولكن قبل ذلك دعونا نتطرق إلى بعض النقاط التي تفضل بها فريق المعارضة، والذي سفتح حديثه بأن ذلك استهتار بحياة الأرواح، وفيها نقول بأن حياة الأرواح مرتبطة بالدرجة الأولى بالجانب الاقتصادي. فعندما يتعرض المواطن صاحب الدخل المحدود إلى البطالة والإفلاس وقلة الإنتاج، فهل ستضمنون حياته وتحافظون عليها؟ قلتم بأن في المنظومة الصحية تؤثر وبشكل كبير. نقول الأولوية للصحة. نجد أن هناك الكثير من الحكومات في ظل هذه الجائحة قامت بتوجيه جهودها وأموالها إلى القطاع الصحي، ناهيك عن أن بعضها تنازل عن حقها في تحصيل فواتير المياه والكهرباء والضرائب كذلك، بالتالي هذا يعني تقلص مصادر الدخل لديها، بالتالي فإن هذا الضرر يعتبر ضررا اقتصاديا وليس ضررا صحي. قلتم بأن هذه أرقام وسيتم تعويضها. كيف سيتم تعويضها إذا عجزت عنه مؤسسة صندوق النقد الدولي عن ذلك؟ كذلك علقتم بأن عدد المصابين هم 25 مليار مصاب. إذا 25 مليون مصاب من 7 مليار إنسان، يعني أن الخطر الاقتصادي الخطر الصحي توجه فقط على 25 مليون، بينما الخطر الاقتصادي أصاب كافة البشرية، أي كافة 7 مليار إنسان بمختلف طبقاتهم الاجتماعية. علقتم كذلك بأن هذه الأزمة هي أسوأ أزمة اقتصادية وولدت من رحم أزمة صحية، والأقرب للصحة والوضوح أن هذه الأزمة أصابت الاقتصاد الحقيقي، وفي حجة يا سادة تفصيل لما سبق ذكره من قبل فريق المعارضة، حيث نرى بأن أثر هذه الأزمة له تشعب كبير على الدول بشكل عام وعلى قطاعاتها المختلفة بشكل خاص، وهذا بدوره يجعل المخاطر الاقتصادية تتفوق في حدتها وأثرها على المخاطر الصحية، وذلك في ظل السياسات الصحية الوقائية المتبعة. بداية يا سادة، وباعتبار أننا ننطلق من الواقع والمنطق في حديثنا هذا، فإننا نتفق على وجود مخاطر صحية ألقت بظلالها على أمور عدة: زيادة في عدد الإصابات، ارتفاع حالات الوفاة، ضعف القدرة الاستيعابية للمستشفيات. هذا ما كنا نراه في بداية هذه الجائحة، ولعلنا اليوم نشاهده بصورة أقل من السابق، ذلك لتغلب جوانب أخرى عليه، حيث أن الوضع تبدل وامتد ليشمل كافة القطاعات، والتي أثرت بشكل سلبي على اقتصاد الدولة وأفرادها. لعل القاصرين نظر يعتقدون بأن الصحة هي المستهدف الأول من هكذا ضرر، لكننا يا كرام ننظر إلى القضية بصورة أشمل وأوسع، كوننا نتبع لغة الأرقام التي لا تكذب، لغة الأرقام التي تفيد بحجم الكارثة الاقتصادية المتشعبة، خسائر بالمليارات في جميع القطاعات: التجارة، المواصلات، السفر، السياحة، الاستثمار، وكذلك الصحة، والأخيرة تمثل فقط جزءا منها. التشعب والاختلاف هنا كذلك بين مختلف الدول، فالخسائر الاقتصادية لم تنفرد بها الدول النامية والفقيرة وحسب، بل شملت كذلك على الدول المتقدمة. فحسب ما صرح به بنك آسيا للتنمية، قال بأن الخسائر الاقتصادية في آسيا فقط وصلت إلى 2.5 تريليون دولار خلال الفترة الماضية، ومتوقع أن تفوق الخسائر لتصل إلى 8.8 تريليون دولار. هذا رغم اتخاذ الدول السياسات الاقتصادية اللازمة ورغم التحوط، إلا أن معظمها يعاني من عجز حاد وانكماش غير مسبوق، انكماش انبثقت عنه مخاطر تجاوزت مخاطر الأزمة المالية العالمية التي حدثتمونا عنها، والسبب يرجع كونها وقعت على الاقتصاد الحقيقي الذي قيد بسياسات اتخذت من قبل الدول لأجل الوقاية الصحية دون النظر إلى الوقاية الاقتصادية.
سياسات الإغلاق، الحظر، الحجر، تعطيل الأعمال هي سياسات قللت من حدة المخاطر الصحية، وفي المقابل ضخمت من وجود المخاطر الاقتصادية، بل جعلت احتمالية ارتفاعها إلى أزمة حادة في الأجل القريب أمر محتمل وقريب جدا. وعندما يتعلق الأمر بتطبيق مثل هذه الإجراءات في دول اقتصادية عظمى، فالأمر لا يكتفي باكتساح المخاطر تلك الدول وحسب، بل يشمل المتعاملين معها. مثال على ذلك الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر مصدر للبضائع والمنتجات، توقفت حركة الصادرات لديها، وهذا ألحق الضرر بها وبالمتعاملين معها في جانب التجارة الخارجية. هذا فيما يتعلق بالاقتصاديات التي تم إغلاقها. أما الاقتصاديات التي كان من الضروري فتحها وممارسة العمل فيها، فقد تضررت هي الأخرى بالطلب الضعيف الناتج عن شح عام في السيولة والدخل، وهذا ما جعل الوضع يترنح ليحدث حالة من عدم الاستقرار المالي لكافة القطاعات، والتي تشهد عليها الأسواق المالية التي تتزين هي الأخرى بمؤشرها الأحمر. كل ما سبق يقودنا إلى نقطة مصيرية تعبر عن تباين واختلاف المخاطر الصحية بين دولة وأخرى، دولة فيها أعداد الإصابة كبيرة وأخرى أقل، على عكس المخاطر الاقتصادية التي أصابت الجميع دون استثناء، كوننا نعيش في اقتصاد مفتوح. هذا الكلام. حاولنا كفريق حكومة أن نبصر الجانب الإيجابي للأزمة من ناحية اقتصادية، كأن ننظر على سبيل المثال إلى انتعاش شركات الاتصالات والإنترنت واستفادة شركات التجارة الإلكترونية، إلا أننا وجدنا أنها لا تمثل أدنى قيمة من القيمة الاقتصادية العظمى، ولا تعوض عن المأساة المالية التي تشهدها الدول النامية والدول الكبرى كذلك. بالتالي فإن تشعب أثر هذه الأزمة على قطاعات الدولة كافة وعلى أغلب دول العالم بشكل عام، وكبرى الدول بشكل خاص شاملة بذلك تأثر أسواقها المالية، يثبت أن المخاطر الاقتصادية أكثر تأثيرا من المخاطر الصحية، وذلك بناء على ما تفضلنا به من تفسير منطقي رقمي واستدلال علمي سليم. وشكرا لكم. شكرا جزيلا لعضوة الحكومة منى سميو على أدائي أو لخطابها الرائع في هذا الخطاب التي تحدثت في وقت وقدره 6 دقائق و42 ثانية. أشكر مرة أخرى عضوة الحكومة المتناظرة منى سميو على هذا الخطاب. أذكر مرة أخرى بجمهورنا الكرام على هذه في هذه المناظرة على نص القضية، الذي يقول بأنه يرى هذا المجلس بأن المخاطر الاقتصادية أكثر تأثيرا من المخاطر الصحية في ظل أزمة كورونا. هذا أو هذه المناظرة برعاية برنامج صوت شباب المتوسط وبتنظيم المجلس الثقافي البريطاني في ليبيا. الآن سوف نأتي إلى الخطاب الثاني في من الخطابات النهائية، ألا وهو عضو المعارضة لإدلاء خطابه مشكورا، فليتفضل في 7 دقائق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، السادة المحكمون، السادة في فريق الموالاة، والسادة في فريق المعارضة، عمتم مساء. أتينا نتناظر في هذه المناظرة على نص قضية أتى في مفاده يرى هذا المجلس أن المخاطر الاقتصادية أكثر تأثيرا من المخاطر الصحية في ظل أزمة كورونا، بين قوسين في ظل أزمة كورونا. أزمة كورونا في أساسها أزمة صحية وليست أزمة اقتصادية، ولا هي أزمة سياسية، ولا هي أزمة نفسية، ولا هي أزمة اجتماعية، في أساسها هي أزمة صحية. وبناء على هذا الأساس سأوضح من جانبي وهو المنطقي كيف أن هذه الأزمة هي أكثر تأثيراً على الكوكب الأرض وعلى الدول وعلى الناس من الأزمة الاقتصادية. أم الأزمات هي أزمة كورونا. في ظل هذا الوقت كيف ذلك؟ لدينا 4 جوانب ستطرق عليها في حجتي، وهي الجانب الاجتماعي والجانب النفسي والجانب السياسي، ثم أتحدث عن الجانب الاقتصادي، وسأثبت جليا كيف أن هذه الأزمة هي من خلقت باقي الأزمات أو أن هي التي ولدت تلك الأزمات. بالنسبة إلى الجانب النفسي، علم النفس في تعريفه البسيط وهو دراسة لسلوك الفرد والعقل والتركيز وسلوك الفرد من حيث شخصه.
هل تأثر سلوك هذا الفرد بهذه الأزمة؟ نعم تأثر. كيف ذلك؟ بات الفرد اليوم لا يرى غير نفسه في البيت ولا يرى غير أسرته، بغض النظر عن من هو في العزل الصحي. هل هناك أثر شخصي على نفسية الإنسان الآن؟ نعم. هل ظهر الظواهر تثبت ذلك؟ الظواهر كثيرة، ومنها مثلا ما أثبتته الدراسات في دراسة في جمعية مايندا الخيرية في المملكة المتحدة، حيث أثبتت بأن العاملين في القطاعات العمل عندما عزلوا أنفسهم اجتماعيا وصار بينهم أمور التباعد الاجتماعي ولم يوصلوا إلى أعمالهم، ومن ثم ترتب على ذلك بعض الفرص العمل التي باتت غير موجودة لهم، أصبحت هنالك ظواهر صحية تظهر على هؤلاء الناس، مما أدى إلى النقمة على المجتمع في أحيان وأحيان أخرى إلى أفعال شنيعة. الجانب الاجتماعي الجانب الآخر من حجتي، والذي ستحدث فيه عن تعريف البسيط لعلم الاجتماع، وهو يدرس سلوك الجماعات في 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 الأرض وكيف تتكون هذه الجماعات، وحيث عرفها العلماء من بينهم العلامة ابن خلدون في أبسط تعريف، وهو سلوك الجماعات وتغيراتها والظواهر التي تظهر عليها. هل هناك الآن سلوك اجتماعي تغير في المجتمعات؟ نعم هنالك سلوك اجتماعي تغير في بظل أزمة كورونا وسببته أزمة كورونا. كيف ذلك؟ بات الآن الجماعات وهي الأسر أو الأفراد أو المدن لا تنتقل من مكانها إلى مكانها الآخر بشكل طبيعي، وكذلك الأسر لا تستطيع التحرك بشكل طبيعي، مما أدى إلى تأثر في الأزمات بينهما، وهنالك شلخ اجتماعي بات الآن ظاهرة ظواهره باتت، وبات الآن علم الاجتماع يجد مصطلحات إضافية لما كان عليه، مثل ظاهرة متلازمة الكوخ التي ظهرت في مؤخرا في إيطاليا بالتحديد، حيث بات الفرد حتى بعد رفع الحظر عن الناس باتوا لا يخرجون من بيوتهم، وهذا يسبب أزمة اجتماعية أيضا. الحجة الأخرى أو الدليل الآخر من الجانب السياسي، وهو كيف استخدمت السياسة هذه الظاهرة لكي تقمع بها الناس أو تدخل في أمور أخرى بالنسبة للسياسة. بعد اليوم نرى القمع ونرى بعض العزل، بعض الممارسات السياسية أو بعض المساومات السياسية بين الدول وأخرى بحجة كورونا بشكل جلي. مثلا ما حدث الآن في مدينة طرابلس من حظر بات قبل 4 أيام كان ليس هنالك حظر، وعندما طلع المتظاهرون إلى الساحة هنالك القرار الذي أتى من المجلس الرئاسي بأن يكون هناك حظر صحي لمدة 4 أيام، هو لا يدل على شيء إلا أنه استخدام لهذه الأزمة لكي يقعد هذا السائر في بيته، وهذا استخدام جلي. إذا رجعنا إلى أصل المشكلة، وإذا أثبتنا سأخذك لاحقا، عندما نثبت بأن الأزمة هي أزمة كورونا، عندما يجتمع المجلس الآن ويضع المركز ويعالج الآثار، ماذا سيضع؟ يضع أزمة كورونا أولا ثم يعالج ما إذا كان عالجنا أزمة كورونا سنعالج بقية الظواهر. مثلا وبسط مثالي، إذا كان لديكم إذا كان في حي ما ظاهرة البعوض منتشرة، حشرات البعوض، ماذا ستفعلون لمكافعة هذه الظاهرة؟ هل تشترون بعض المبيدات من هنا وهنالك لتبخوا الأماكن العامة، أم تجعلون بردم المستنقع الذي يأتي بهذا البعوض على هذه المنطقة؟ من هذا وبهذا أدلل بأن الأزمة والمستنقع الحقيقي الذي يجب ردمه أولا ثم يتحول إلى الآثار الأخرى هو أزمة كورونا أولا، ثم انتقلوا إلى الفروع وهي أكثر مما ذكرت، وهي تشمل كل ما ذكرتم، الفريق الموالاة، ونحن أكدنا عليه من فريقنا المعارض. تفضل بمداخلة سيدي الكريم. بناء على ما تم ذكره من نائب المعارضة بشأن الفقيرة هي أكثر إضرار، هي الأكثر ضررا بكورونا، يا معارضة يا كرام، إذا كان المرض دول الفقيرة، لماذا دول جنوبها في طرف صحراء إفريقيا كانت تطلع عرضة لفيروس كورونا؟ انتهى وقت المداخلة، تجاوزت 15 ثانية، ولكني فهمت سؤالك وهو تتحدث عن الأزمة التصقت بأفريقيا أو الدول النامية أكثر من الدول الأخرى. يا عزيزي، هذا الأمر لا يصنف بمثل ما تصنفون أنتم، لأنكم ترون القشور فقط. نحن نتعمق في الأزمة وننظر إلى جوانبها وتوابعها في علم الاجتماع وفي علم النفس وفي علم السياسة والقانون والسياسة، كل ذلك مركزه ماذا؟ مركزه أزمة كورونا، سواء في الدول النامية
أو في الدول العظمى. في الدول العظمى الآن هنالك استغلال أيضا لأزمة كورونا، وهذا ما أثبته ترامب في محاورته مع الصين ومقولته الشهيرة اسأل الصين. وكذلك في دول الفقيرة مثل مالي التي حدث فيها انقلاب في التواريخ الأخيرة، وكذلك استغلت أزمة كورونا في هذا المنطق. بناء عليه سيد رئيس اللجنة والسادة المحكمين والسادة الزملاء من فريق المعالاة والمعارضة، هو خطابي كاملا في تفصيل وتوسع في حجتنا التي أتى بها فريقي وأؤكد عليها. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا لعضو المعارضة لإداء خطابه، مشكورا في وقت وقدره 6 دقائق و58 ثانية. ها نحن الآن نأتي لنهاية هذه المناظرة، أو في نهاية الخطابين لكل الفريقين في هذه المناظرة. من الأخطر؟ هل هي المخاطر الاقتصادية أو طبعا الأكثر تأثيرا، أم المخاطر الصحية في ظل أزمة كورونا؟ الحجج والبراهين مازالت مستمرة في هذه المناظرة. الآن فليتفضل آخر عضو في فريق الحكومة، ألا وهو محمد قشوط العضو الفعال في فريق الحكومة، فليتفضل لإدلاء خطابه في 7 دقائق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زملائي من كلا الفريقين، فريقا الحكومة والمعارضة، السادة المسيرين ومحكمي هذه الجلسة، وكل من يشاهدنا عبر المنصة مايكروسوفت تيمز، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. بداية بصفتي عضو الحكومة الفعال تلخص مجريات هذه المناظرة التي نتناظر فيها حول مقولة تنص على يرى هذا المجلس أن المخاطر الاقتصادية أكثر تأثيرا من المخاطر الصحية في ظل أزمة كورونا. ونحن بموقفنا كفريق وأعضاء حكومة هو دعم مقولة هذا المجلس، انطلاقا من إيماننا التام أن أثر المخاطر الاقتصادية أبعد وأعمق وأكثر ضررا وتوغلا من المخاطر الصحية، وهو ما تبين للجميع من خلال أحداث هذه المناظرة ومجرف هذه المناظرة ومن الحجج التي طرحها فريقنا وحتى التي طرحها الفريق المعارض. بداية سألخص مجريات هذه المناظرة بالخطاب تلو الآخر بتأخير شديد بترتيب زمني كما قيل. تحدث رئيس الحكومة وقال عن المخاطر الاقتصادية وأوضح كيف أن حياة الإنسان في خطر عند انهيار الاقتصاد، حياة الإنسان الصحيحية كيف هي في خطر في حالة انهيار الاقتصاد. أعطى أمثلة من ذلك على دولة أمريكا وتطبيق سياسة التعايش بعد التعايش مع هذا المرض، وذلك لانهيار صادراتها ولانهيار الاقتصاد فيها وانتشار البطالة. ذكر أيضا وضرب أمثلة أيضا بدول أخرى في غير أمريكا من الدول. أيضا خرجت المتحدثة الأولى وزعيمة المعارضة وتحدثت من جانب طبي وذكرت أرقاما ذكرت وقالت أن الأرقام والخسائر التي ذكرها زعيم رئيس الحكومة تعويض الدولية بأسابت كيف يمكن تعويض هذه. وقال ربما تعلم زعيمة المعارضة أنها حتى أيو الماضي حتى الماضي فقط خسرت أمريكا ما يزيد عن 5.8% في تحدث خرجت بعد ذلك نائب رئيس حكومتنا وأوضح أننا كيف فريق ولا نستمر بحياة المواطنين المتحدثة كما زعيم المعارضة، وحدث عن إيقاف كان إيقاف المهجرية وأثرها على المواطنين. بعد ذلك خرج النائب زعيم المعارضة وبإمكاننا رؤية واسترجاع الأزمة العالمية والتفت دول الاتحاد الأوروبي بكامل لمعالجتها
ولم تخرج منها إلا في خلال السنوات الأخيرة فقط في عام 2018 رغم التفاف الاتحاد الأوروبي بالكامل على دولة مثل اليونان لمساعدتها. أيضا كرد على هذا معظم الدول أدركت أن بدأت تتعايش مع الوباء، فكت الحظر والتزمت بالإجراءات الوقائية واستخدمت المعقمات وارتداء الكمامات. لو تحدثنا على نسب إحصائيات 67% من الحالات المصابة شفيت بالكامل، إذا ما قارناها بالخسائر الاقتصادية لا يمكن تطبيق الحظر. حتى الدول التي قامت بتطبيق الحظر وحظر الحظر سواء كلي أو جزئي قامت بفك هذا الحظر وأوصت مواطنيها والسكان لديها بالالتزام بالإجراءات الوقائية. ذكرت أنا كدول كيف حاولت أن تحل المشكلة مثل الإمارات والسعودية، لكنها لم تتطرق ونظرت من جانب واحد، لم تتطرق لدول مثل مصر البرازيل والهند على سبيل المثال التي يعمل فيها المواطنون بنظام من اليد إلى الفم، ما يعمل به يأكل به، إذا لم يعمل في هذا اليوم سيموت جوعا هذا المواطن في دول ذات التعداد السكاني الكبير. خرجت ذكرت عضو حكومتنا على الثالث عن عجز صندوق النقد الدولي في هذه الجائحة وتشعب وركزت على تشعب أثر هذه المخاطر في هذه الأزمة وأثرها على الدول والقطاعات وعلى الدول والقطاعات الخدمية، وأثبتت ذلك بالأمثلة والبراهين وذكرت أيضا الإحصائيات والأرقام لكم. خرج بعد ذلك العضو المعارضة وذكر أنه حسب وصفه المنطقي ناكرا كل الحقائق والأرقام التي ذكرناها رغم اعتراف أعضاء حكومة معارضته بها الذين قبل المعارض أو المعارضة الثانية نائب زعيم المعارضة. نحن وتحدث أيضا عن أن أصل المشكلة صحي، نحن هنا لم نأتي لنفصل أصل المشكلة وفرعها مثل ما ذكر هو ونائب زعيم المعارضة، نحن لم نأتي لنفصل أصل المشكلة وفرعها هذا واضح للعيان، إنما نحن هنا لنثبت حجم الأثر في كلا النوعين المخاطر الصحية والمخاطر الاقتصادية، وهذا بحسب لاحقا وهذا بحسب المقولة. ومن خلال ما ذكرتم من حججكم اعترفتم بهذا صراحة وأيضا بشكل ضمني أن الأثر الاقتصادية موجودة وبشكل كبير. تحدث عن الجانب السياسي وكيفية استغلال السياسيين وتجار الأزمة السياسيين لمثل هكذا مواقف، هذه الأمور تحصل في سواء في الأزمات الصحية وفي غيرها. صدر وبخصوص قرار الحظر التي تحدثت عن صدر قرار الحظر لأن الحالات بلغت ذروتها الآن في ليبيا، يوميا 200 300 400 حالة، وصلت الحالات في ليبيا إلى 13,000 حالة، لا علاقة للسياسة بذلك، هم فقط استغلوا هذا وقاموا لكي يمنعوا المتظاهرين من التظاهر ضدهم وأصدروا قرار للحظر ليخدمهم ذلك. بصراحة لا علاقة للموضوع السياسة بذلك، هم فقط استغلوا. إلى هنا أكون قد لخصت حجج فريقي وأثبت بالأدلة والبراهين صحة وقوة موقفنا. إلى هنا أكون قد أنهيت خطابي، شكرا لكم لحسن استماعكم والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا مرة أخرى بجمهورنا الحبيب. أول حاجة يعني أكيد نشكر المتحدث الأخير في هذه المناظرة لإداء خطابه مشكورا الذي تحدث في وقت وقدره 6 دقائق و55 ثانية. أحمد 6 دقائق و55 ثانية. أشكر مرة أخرى العضو الفعال المناظرة محمد قشوط. الآن سوف نذهب لآخر الخطابات في هذه المناظرة التي تقول بأنه يرى هذا المجلس بأن المخاطر الاقتصادية أكثر تأثيرا من المخاطر الصحية في ظل أزمة كورونا. تفضل آخر المتحدثين في هذه المناظرة من فريق المعارضة العضو الفعال في 7 دقائق لأداء خطابه. راشد لو سمحت افتح الميوت يا راشد، الصوت مش واضح. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه بها قولي. بداية سألخص ما جرى في هذه المناظرة وأيضا سأفند بعض مما قاله المتحدثين في فريق الحكومة. بداية من نائب زعيمة المعارضة أكدت معارضتنا وذكروا وقالت بأنهم ذكروا عدد
المصابين في أمريكا هو 5 مليون، وسياسة وأيضا قد فعلوا سياسة التعايش، وذكرت لهم بأنه في مقابل ذلك ستعرض حياة ما يقارب 500,000 للخطر، ولماذا أن المخاطر الصحية أشد خطرا من الاقتصادية، وذلك لأن الصحة هي الأساس، وأنه إن حلت المشكلة الصحية سيتم حل المشكلة الاقتصادية لاحقا. فكيف نقول بأن المخاطر الاقتصادية أشد خطرا بينما أن المخاطر الصحية هي بحد ذاتها خطر على الاقتصاد؟ فالاقتصاد قائم على كوادر بشرية، ولا وجود للاقتصاد في ظل غياب هذه الكوادر، وخاصة أن المخاطر الصحية تعرض الخسارة تعرضنا للخسارة لهذه الكوارث، أو تعرضنا لخسارة هذه الكوادر التي تعمل على اقتصادنا. لذلك فإن الأزمة الصحية إذا استمرت فلا وجود لمخاطر اقتصادية من الأساس، لأنه لن يكون هنالك اقتصاد أساسا. ولكم في ذلك الحكم، إما النظر للمخاطر الصحية كأولوية للخطر وإنقاذ الصحة والاقتصاد، ومن ثم النظر للمخاطر الاقتصادية عند تجاوز هذه المخاطر الصحية، أو غياب الصحة وغياب الاقتصاد معا. ذكرت عضو حكومتهم أن المخاطر الاقتصادية عامة، وأن المخاطر الصحية محدودة الخطورة، ولكنها تناقضت في ذلك، فالمخاطر الاقتصادية تتمدد، عفوا لن أخذ أي مداخلات في هذه المناظرة، ولكنها تناقضت في ذلك في المخاطر الاقتصادية، فإن المخاطر الاقتصادية تتمدد مع تمدد المخاطر الصحية، وليس المخاطر الصحية هي من تتمدد مع المخاطر الاقتصادية. وذكرت لنا عدة أمثلة عن الخسائر الكبيرة في العديد من الدول، ولكنها لم ترجع لأسباب هذه الخسائر وهي المخاطر الصحية. ويبدو أنها نسيت الكلمة المعروفة، ويبدو أن فريق الحكومة نسي الكلمة المعروفة منذ الطفولة، وهي درهم وغاية خير من 1,000 علاج. فكيف لكم أن تنظروا للمخاطر المادية أشد خطورة من الصحية، بينما هنالك من يصرف في كل هذه المصادر الاقتصادية وكل ما يملك في سبيل الخروج من هذه المخاطر الصحية، لأنها هي أشد خطورة مما يملك أو من الاقتصاد الذي يملكه. وذكر أيضا عضو معارضتنا عدة أمثلة عن الاستقرار، عن استقرار الاقتصاد في حال النظر لخطورة المخاطر الصحية، وكيف ننظر للمخاطر الاقتصادية ونحن نعرض أنفسنا للخطر. وذكر لكم عدة جوانب تسببها المخاطر الصحية على عكس المخاطر الاقتصادية التي ذكرها لنا، أو الجوانب التي ذكرها لنا المتحدثين في فريق الحكومة عن خطورة هذه المخاطر الاقتصادية، وما هي الجوانب التي ستؤثر عليها. فعندما يا سادة نتجاهل المخاطر الصحية، فإننا نجعل حتى الاقتصاد في خطر. فبالله عليكم، هل الصحة خطر على الاقتصاد أم الاقتصاد خطر على الصحة؟ لذلك رأيتم جميعا كيف حدث في الاقتصاد في ظل أزمة كورونا. نرى العديد من الدول التي انهار اقتصادها في ظل أزمة كورونا، أو في ظل الأزمات الصحية التي مرت بها، وكيف رجعت بعض الدول المتعافية من هذه الأزمة أو من فيروس كورونا إلى اقتصادها. فمثلا الصين قد انهارت تماما، الصين وأغلقت جميع حدودها ومنافذها ومطاراتها، وأيضا انهار الاقتصاد بداخلها، ولكن في فور علاج أو دخولها لمرحلة التعافي من فيروس كورونا، رجع الاقتصاد ورجعت جميع المنافذ ورجعت جميع الحدود ورجعت جميع المنافذ للعمل وجميع المصانع للعمل، وجميع هذه الدولة لا زالت في المقدمة، بينما أنه راهن عليها العديد بأنها ستنهار اقتصاديا بشكل تام، ولكنها رجعت بكل قوة عند تعافيها من هذا الفيروس. عضو حكومتهم الفعال ذكر لنا من جديد إحصائيات، في الحقيقة لم أرى إلا تأكيده من جديد على إحصائياته، مقارنة بين نسبة المصابين وقيمة الخسائر المالية، وكأن عنوان المقولة هو هل إحصائيات الخسائر الاقتصادية رقميا أكثر من هل إحصائيات الخسائر الاقتصادية رقميا أكثر من الصحية؟ شكرا جزيلا لآخر متحدثي هذه المناظرة، العضو الفعال فريق المؤتمر.
المعارضة الإسلامية التي تحدث في وقت قدره؟ 5 دقائق و10 ثواني. شكرا للمتحدث الأخير في المعارضة المتناظر بين الدكتور. أولا من الكل نوت شكرا لكل المتحدثين في هذه المناظرة على خطاب على رائعة. تناظرنا في هذه المناظرة يقول بأنه يرى هذا المجلس بأن قدرة القضية أثر كثيرا من الكورونا في الحكومة. أقدم الآن فقط الكلمة للأستاذ إلى أن يتم في هذه المناظرة. من لديه أي سؤال من كلا الفريقين أو لكلا الجمهور فليكتب تعليق وبإذن الله تعالى ولأي فريق تحديدا هذا السؤال في ظل هذه الخطابات وسوف نرجع إليكم بإذن الله تعالى بالنتيجة. مشكورين. تمام مدام الحكام حاليا اشتغلوا على النتيجة إن شاء الله والتقييم إن شاء الله. عنده أسئلة من الجمهور الكرام يكتب سؤاله لو سمحتوا في الشات بوكس اللي هو المكان المخصص للدردشة ويحدد فيه سؤاله هيجاوب ويحدد لمن السؤال بتاع يكون المعارضة والحكومة واحد الفريقين بعتالي يتفهموا ويجاوبوا على السؤال إن شاء الله. أرجو السؤال هذا لو كان عندكم أسئلة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. عذرا عن المداخلة ولكن خاصية الدردشة معطلة من قبل مسؤول الجلسة هذا مدعاني للتحدث. تفضل. بخصوص مقولة هذه المناظرة أو نص المقولة تحدث عن الجانب الاقتصادي هو الذي يؤثر أكثر من الجانب الصحي. سؤالي للحكومة الموالية لهذه المقولة هو كيف لو نفترض بأن الاقتصاد لابد أن يعود كيف للصحة أن تأخذ حيزاً أو تتعافى الصحة العالمية بسبب عودة الاقتصاد وما علاقة الاقتصاد عودة الاقتصاد بصحة المواطن حول العالم؟ شكرا. شكرا لك أعضاء الحكومة لو سمحتوا لو ممكن نجاوب أنا على السؤال. تفضل تفضل. السؤال كان واضح وصريح بمعنى أن كيف ممكن يأثر اقتصاد العالم على فكرة
على الأزمة الصحية. الفكرة أن الأزمة الصحية لازم نحن نركز على الحكومة هي أزمة نفسية. يعني أنت تخيل مواطن عايش في ليبيا، نتيجة الاقتصاد ليبيا متدهور، ما فيش ضي لا مية، وفوق هذا كله يجي كورونا. الاقتصاد والصحة ما فيناش نحن نفصل مع بعضنا، حتى لو مش بس من ناحية نفسية، حتى ده يعني اتجاه مباشر جدا. تأثير اقتصادي بيأثر حياة المواطن، سعر الدولار اليومي، الرواتب، الحد الأدنى للأجور، الحد الأدنى للأجور، أيضا هذا كله بيأثر تأثير جدا على صحة المواطن. كل ما كان في فلوس في الدولة حيكون في خدمات صحية أكثر نفعا، ودليل المكممات اللي نشوف فيه، المعاقمات، ما إلى ذلك، هذا كله لو بيجي عن طريق الدولة. أيضا رواتب الموظفين اللي في الحجر الصحي وما إلى ذلك. الفكرة أن نحن اتجهنا إلى أن الأزمة اقتصادية أكثر تأثيرا، لأنه وجدنا أن لو اقتصاد العالم تأثر حتزداد خطورة الأزمة الصحية، وهذا دليل أن عليش العالم الاقتصاد قوي قدرت ان هي تتفاعل تجد حلول. اما الدول اللي اقتصاد العالم بتاعها ضعيف لم تجد حلول في الاصل انها تتعافى من كورونا. والسؤال الاهم باهي، الازمه الصحيه، الازمه الاقتصاديه عندها حلول فيها، لكن بالازمه الصحيه شنو الحلول بتاعها؟ هل بنقعد وخايفين من كورونا سنتين ثلاثه اربعه؟ ما عندناش، احنا حاليا قريب من سكر سنه وما عارفين. منظمه الصحه العالميه طلبت منا سنتين زياده لو كان على اللقاح. بل عند هذا الامل، هل نتضاهى عن الاقتصاد اللي قاعد يخسر يوميا، اللي قاعد يتدهور في حال المواطن، ام لا؟ شكرا. نعم شكرا لك على الاجابه، ولكن عندما نتحدث عن امثله عن دول بعينها، لا نتحدث ليبيا كمثال أبدا، ولكن نص القضية ينص على الدول التي تمتلك منظومة إدارية متكاملة. نحن لدينا منظومة إدارية واقتصادية وصحية منهارة، فلا بد ألا نأخذ ليبيا بمحض الامتثال للوضع الصحي والاقتصادي لها. سؤالي هو، عندما نتحدث عن ليبيا، هل الاقتصاد انهار فعلا بسبب فيروس كورونا باستثناء القطاعات الخاصة؟ لا أعتقد ذلك. أولا لا، ثانيا لا لا أتفضل. تمام، كمل اسمع فيك. أوكي. أستاذ نسيم، ممكن إجابة بسيطة جدا يعني. تفضل. إذا تمت الافتراضيات حنفترض جميع الحاجات باهي، ولكن إحنا نتكلم بالواقع. إذا كانت الأزمة الصحية في العالم كله أكبر وأخطر من الأزمة الاقتصادية، ما كانتش طلعت جميع، ما نقولوش جميع الدول، لكن معظم الدول واختارت إنها تتعايش، وإن اقتصادها رغبتك وإنها حتطلع وتتعايش، والمرض هذا نسبة تعافيه أكبر، رأي ما اختارتش النسق هذا بعد، نقوله بعد 8 شهور من المرض يعني. أيضا في نقطة ذكرتها يا أستاذ نسيم، بتاع أنك أنت فصلت العمل الخاص عن الاقتصاد الدولة، هذا بالعكس، هذا الاقتصاد المهم اللي في، ما يفصلش عمل خاص. بالعكس، نحن التأثير المباشر لكورونا خلقاته هو تأثير على الأحمال، أصحاب المحلات التجارية من الدرجة الأولى اللي رفضوا الحجر الصحي ورفضوا أن هم يقعدوا في حواشيهم ونزلوا فتحوا محلاتهم، لأن هم تأثروا، ما فيش فلوس، ما فيش، ما زلت نقول لك، مع تزامنا مع الأزمة الاقتصادية اللي صايرة في البلاد نتيجة أن ما فيش سيولة أن هم يعالجوا ضي أو يجيبوا بمية وما إلى ذلك يعني. ممكن أنا أحدث لك التناقض اللي أثناء حديثكم من بداية المناظرة إلى الآن. لم تأتوا بليبيا كمثال أبدا، أتيتوا بالسويد. لا أنت ممكن ما سمعتش، أنا ذكرت أنا ذكرت في نقطة متخصصة بأصحاب المحلية، وحكيت على مستوى محلي، وقلت ان ليبيا، وحكيت ان الليبيين رفضوا، وقلت ان مش على مستوى محلي بس، حتى لبنان، وذكرت ليبيا. بالعكس، ذكرت مثال ليبيا واكد لك على ذلك، ممكن انت ما سمعتنيش. قلت ان نحكوا على مستوى محلي وان تاثير المباشر لكورونا، وذكرت النقطه دي بتاع ان اصحاب المحلات التجاريه رفضوا الحجر الصحي ونزلوا في الشارع، سواء في، وقلت سواء حرفيا، قلت سواء في بنغازي او طرابلس او اي منطقه في ليبيا، وذكرت ودعمت كلامي بان في لبنان وما الى ذلك الدول العربيه الاخرى من دول العالم الثالث، ذكرت النقطه دي. نعم مشكور. هو مبدئيا نظام الدولة في جميع دول العالم في أثناء الكوارث والأزمات ينهار، المنظومة بتاع الدولة تنهار نهائيا، وذلك يستدعي كوارث لا يحمل عقباها، تكاد تفوق الأزمة القائمة مثل فيروس كورونا. شكرا جزيلا لك للإجابة، سواء أنت أو الأخ رئيس الحكومة أو نعم، مشكور، بارك الله فيك. شكرا. أي شخص تاني لو يحب يسأل أي سؤال يتفضل. في أسئلة من المعارضة؟
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالي هو للحكومة، يعني أنتوا يعني شددتوا على أن المخاطر الاقتصادية أخطر وأهم من المخاطر الصحية، لكن اللي نشوفه فيه صاير توا مثلا في أمريكا في الولايات المتحدة، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعني من بداية الأزمة من شهر أبريل كان عازم على أنه هو يفتح البلاد ويفتح المطارات ويرد الاقتصاد زي قبل، وحاليا من شهر أبريل عن توا يعني شفنا كيف أعداد الحالات يعني في أمريكا زاد بشكل رهيب. يعني في أبريل كان معدل الوفيات في حوالي 100 حالة وفاة في اليوم، توا قاعدة نخشن في بالألوفات. يعني واضح أن الانفتاح الاقتصادي ويعني وضع الاقتصاد في الأولوية حيزيد من المخاطر الصحية، واللي بدوره يعني حيطيل في عمر الأزمة. يعني فتح إعطاء الاقتصاد الأهمية وفتح المطارات وفتح التجارة، هذا كله حيطول من عمر الأزمة وحيخلينا نمشي في حلقة مفرغة، بينما إعطاء الأولوية للمخاطر الصحية هو اللي حيقلل من عمر الأزمة. فسؤالي أنه هو ليش يعني ليش مش أنتم مش يعني دايرين بالكم مثلا من النقطة هذه، ان كيف ان الوضع ان الاقتصادي حيتعافى في المستقبل، بينما الصحي هو اللي حيطول من عمر الأزمة. جميل، ممكن انا اجاوب لان سؤال مهم بكل وهو يصف في محل قضيتنا اليوم. نحن اليوم قدام مقارنة حقيقية اللي صار في أمريكا والصين وكوريا وليبيا ومصر، وكل الناس طبقت حجر صحي، واللي صار في دولة ما طبقت الحجر الصحي زي السويد. النتيجة كانت واحدة، إن أعداد كورونا والوفيات، وأنا مش نقول هذا هضم 500,000 هضم 400,000، يعني في النهاية الروح الوحدة مهمة في القضية هذه، وأنا معاكم. ونحن على فكرة وجدنا إن النتيجة واحدة، لكن نحن لما فضلنا المخاطر الاقتصادية على المخاطر الصحية ما قلناش إن مخاطر صحية مش مهمة بالنسبة لنا، أو بالعكس، إحنا قلنا إن المخاطر الاقتصادية حتسبب في مخاطر صحية أكثر، وهذا حيصير مع الزمان لو إن الدول، وهذا ليش الدول ما تو حالياً قاعدة تتعافى وتتعايش مع الفيروس، لأن لو استمر وضع هيك ماش في. تخيل أنت دولة فيها فيروس قاعد منتش وما فيش مرتبات، أنت تخيل الحالة النفسية للفرد، يعني أنت توقع حيصير في شغب وفوضى في العافل. هذه نحن مختلفين بها. نحن رأوا معاكم في فكرة إن كورونا فيها عدد وفيات وإن فيروس وأزي في منظمة صحة عالمية قالت إن هو وباء عالمي، نحن مش هنعارضه كلمات، ولكن نحن عندنا على تأثيرات أو المخاطر المستقبلية الاقتصادية اللي حتصير بسبب كورونا حتزيد الأزمة. ونحن الحكومة كرروا أكثر من مرة إن لو عالجوا معالجة صحية حتحل معالجة اقتصادية. نعم نحن معكم في هذا، ولكن للأسف منظمة الصحة العالمية قالت إن أقل حجر سنتين بش نتعافوا مع هذا الفيروس. به عند أمتى من يقودوكي، نحن مع اهتمامنا الكامل بكل المصابين مع، ولكن نفس ما قلت نحن عندنا تنبؤ وتخوف مستقبلي على أن الأزمة الاقتصادية لو استمرت بإغلاق المطارات وما إلى ذلك، بصرف المنظمين وبالأولاد وما إلى ذلك، سيؤثر تأثير سلبي أكثر مما أثر اليوم على الأزمة الصحية. لأن كل شيء العالم اليوم، كل شيء حتى اللقاح على فكرة، لو يعني سمعنا إحنا بس سمعنا على اللقاح، زاد العالم تتسارع على من يدفع المال أكثر لهذا اللقاح. يعني تخيلي إن دول ما عندهاش أزمة، لو العالم يعني أزمة اقتصادية كيف هنشر اللقاح به؟ حتى لو توفر اللقاح بعد سنتين، لو عندنا أزمة اقتصادية أو العالم انهار بالأزمات الاقتصادية اللي حتصير وراء كورونا. السلام عليكم شباب. السلام عليكم شباب. السلام عليكم. الصوت واضح إن شاء الله؟ واضح إن شاء الله. أوكي تمام. في البداية يا شباب نحب نهنوكم على الأداء الجيد والقيم جدا، والمناظرة الشيقة اللي بالفعل كانت فيها خطابة رثينة، وكان فيها حمدوني الصوت مش واضح. حمدوني الصوت واضح معك حاليا؟ واضح تمام.
أوكي شباب، في البداية نحب نهنوكم على الأداء الجيد والرائع جدا. مناظرة كانت تتسم بالخطابات القوية، مناظرة كانت جدا قيمة في محتواها، قيمة في تفنيداتها، قيمة في أسلوب الخطابة، قيمة في عدة أشياء. نشكركم ونهنوكم في البداية لمجهوداتكم جدا جبارة. بالإضافة إلى أننا أصالة عن نفسي وأصالة عن الحكام الأعزاء، بالإضافة إلى المشروع صوت شباب المتوسط كذلك البريتش كونسل، نهنوكم في ختام هذه المناظرة، ونهنوكم لأنفسكم أولا لتحديكم كل المصاعب من كهرباء من انترنت من غيره، ونشكركم يعني جزيل الشكر على تحديكم أيضا للقيام بهذه المناظرة أيضا. ختاما شباب، حنعلن عن اسم الفريق الفائز في هذه المناظرة بتوافق لجنة التحكيم، وكذلك حنعلن عن من هو أفضل متحدث في هذه المناظرة. بالنسبة لفريق الفائز بناء على تصويت لجنة التحكيم هو فريق المعارضة الافتتاحية. آية أبو سعيدة وخولة كركة، ألف ألف مبارك، مبروك. شكرا لكم جميعا، بارك الله فيكم. العفو. شكرا لجميع المتحدثين. فيما يتعلق بأفضل متحدث، تحصلت أو تحصل المتحدث أو المتحدثة آية أبو سعيدة على أفضل متحدث في هذه المناظرة. ألف مبارك آية، بارك الله فيكم جميعا ويعطيكم الصحة. الحقيقة كانت مناظرة جميلة، فشكرا للكل. شكرا جزيلا. ختاما شباب، نعطي الكلمة للأستاذ معاد عشان يضيف أي إضافة يحب يختم بها إن شاء الله. تفضل معاد. شكرا حمدوني، أحب مبارك للفائزين إن شاء الله. نقول لكم أن المناظرة كانت شيقة حلوة، استفدنا منها هلبة إن شاء الله. بالنسبة نبي قبل ما نختموا الجلسة هذه لو سمحتوا نبي ناخدوا صورة، لو سمحتوا تكرموا نبي يفتح الكاميرا بتاعه ناخد سكرين شوت للجمهور في البرنامج مايكروسوفت تيمز، تحاولوا نديروا بها بوست ولا حاجة استخدموها بعد هذه. كتبوا وتفتحوا الكاميرا بتاعكم لو سمحتوا، نبي يفتح طبعا ما في حد مقصود، ناخدوا منكم سكرين شوت إن شاء الله، نديروا صورة جماعية. تمام، كل مرة بدي تفتح عندي صورة جد بس قاعد نستنى لحظة واحدة. تمام، شكرا، بارك الله فيكم. في الختام نحب نشكركم كلكم إن شاء الله، نحب نشكر جمهورنا الكرام إن شاء الله ومتناظرينا وحكامنا زي ما تكرر أخوي حمدوني، إن الظروف الصعبة تمر بها بلادنا بأزمة طيب كهرباء أستاذ عزيز، وظننا أن قدرنا أن نديروا هذه المناظرة ويصير منها إن شاء الله. الحمد لله على جهدكم وتواصلكم عبر فيسبوك المدة المدة الماضية، زي ما تشبعوا تواصلنا هلبة وتكلمنا هلبة على الفيسبوك، مش تكون لنا فرصة وشرف نستضيفوا هذه المناظرة. الختام لو اي حد عنده اي سؤال اي حاجه يبي يسالني انا شخصيا يتفضل. عندي اضافه بعد اذنك او اضافه من حكام من مناطقين. معاذ ما فيها؟ انا اسمع فيك. شكرا جزيلا حقيقه لكل المتناظرين في هذه المناظره الرائعه، ولازم نسميهم اسم صراحه لأدائهم الرائع في هذه المناظرة اللي كان جدا رائع في ظل الظروف اللي نعيش فيها دوا، في ظل الإمكانيات اللي عندنا واللي عندهم، يعني في اللي في السيارة، في اللي طلع أصلا لحدود خارج حدود بلاده باش أصلا يعطي خطابة ويكمل. شكرا جزيلا للدكتور أحمد العمامي، الزميل الرائع محمد الجزيري، أيضا الزميلة آية أبو سعيدة والزميلة خولة كركرة، كذلك الزميلة المبدعة منى سمي، وكذلك الزميل الرائع محمد قشوط، واخيرا الى الزملاء المبدعين اكيد يعني عيسى اسد وراشد الشيباني على هذه المناظره الرائعه. وايضا انتقل الى الزملاء المبدعين، يعني ولولاهم ما كانتش تكون المناظره من تنسيق وتجهيز ايضا
من المجلس الثقافي البريطاني في ليبيا، وكذلك التحكيم يعني الرائعين والمبدعين من الأستاذة أميرة نوري، الأستاذة هبة المجرحي، وكذلك الأستاذ حمدوني حسن، والأستاذة ندى كرواد على هذه يعني التنسيق الرائع، وأيضا على هذه المناظرة في ظل الظروف التي نعيشها، وكذلك الأستاذ زياد زولي ونوران العربي، وأكيد معاذ الموجود معنا اليوم. معاذ السوسي، شكرا جميعا على هذه الخطابات وعلى هذه المناظرة، على أمل أن نلتقي بكم مرة أخرى في مناظرات قادمة وفي مناظرات شيقة تحت رعاية برنامج صوت شباب المتوسط. لكم إضافة أخيرة محمد، بالله للمتناظرين والحكام إن شاء الله حيتم إن شاء الله بغضون بكرة أو بعد بكرة إن شاء الله بالكثير، نبعثكم لينك لكل واحد إيميل لو سمحتوا بخصوص تقييم للمناظرة العامة أدناها. اللينك هذا حيكون فيه يرفع طول للتقييم تاع المناظرة، تعبوا شوية أسئلة تقيمونا فيهم إن شاء الله، إحنا كبريش كونسل نستفيدوا منها إن شاء الله في المستقبل إن شاء الله. فلذا لو سمحتوا إنكم تسعوا معي مش تعبوا التقييم إن شاء الله، حيكون عندكم في الإيميل وأنا حنبلغكم، حتواصل معكم في الجروب في الفيسبوك، مش لما نبعتكم اللينك حنقولكم إن شاء الله نبلغكم مش تخشوا تعبوا. شكرا جزيلا لكم، فرصة سعيدة معكم، أشكركم إن شاء الله مرة أخيرة. شكرا جزيلا معاذ، شكرا لجميع المتناظرين.